اتزول المدار يقعد معاه يوم ده هم لازم يمشوا معاه ويتابعوه يصاحبوه عشان زول عنده قروش ما عشان هو زول ملتزم ما حاولوا يصاحبوه عشان يتعلموا منه يمشوا مع المسجد لا في إبليس كان بيقول لهم حاجات تانية يعني صحيح بيشوش عليهم حتى أفكارهم طبعا طبعا ربنا إن شاء الله يثبتنا ويثبتكم وخلينا نشوف عنوان الفقرة اللي هي أبناءنا وتحديات العصر كثير من التحديات اللي ممكن تقابل الأبناء وبالتالي لما نقول أبناء معناتها شريحة مهمة جدا إحنا محتاجين نأسس عشان البنى كل ما ماشي لقدام ما ينهار أكيد وإحنا ما بنقصد هنا حتى الأبناء الشباب فقط هم البنين والبنات كمان إحنا طبعاً. لازم نكون حريصين عليهم فهم في النهاية وفي البداية أبناءنا يعني اللي إحنا بنعتز وبنفتخر بهم وعايزينهم دايما يكونوا ناجحين بنديهم حريات لكن برضو بنوريهم إنه في ممنوعات اختصاص نفسي دكتورة آلاء أهلا وسهلا بك آلاء عبد الله محمد صباح الخير عليك ما شاء الله صباحة طيبة سعيدين بوجودك معنا اليوم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا كمان سعيدة جدا بالاستضافة الدائمة وبعتذر للناس عن الغياب الطويل عن القناة وإن شاء الله زي ما بقوله بعد كده نكون على دوام معاكم إن شاء الله في خدمة الأسرة وفي أي استشارات تحتاجها إن شاء الله مرحب بك ونورتينا وعودا حميدا إن شاء الله لما نقول تحديات العصر العصر في حد ذاته فيه كثير من الأشياء اللي بقت فعلا مخيفة التكنولوجيا الانترنت اللي متوفر يعني حتى الأطفال تمليكهم لأجهزة إلكترونية ذكية جدا ممكن من خلال ضغطة زر يتصفح ويدخل على مواقع ممكن تكون فيها شيء من الأشياء الخادشة للحياة فكيف نكون أذكياء في استخدامنا للأجهزة الإلكترونية مع الأطفال أول حاجة أنه فعلا العصر ده بيقى متاح فيه كل حاجة سواء عن طريق التلفزيون الأجهزة الغيره كل يعني إحنا أبنائنا شايفين يعني شايفين إذا ما كان عن طريق الأجهزة عن طريق التلفزيون شايفين كل حاجة ممكن يتوصلوا لها كيف ويطالبوا بعد ذلك بالأجهزة الذكية في آباء خلونا نسأل أول سؤال يعني أنا هتعرض لأسئلة كثيرة للوالدين أكثر من الأبناء في أنه أول حاجة اللي إحنا بنملك أولادنا مثلا السؤال المهم أنه إحنا يعني دائما لما نكون عاوزين مثلا نقحم أبنائنا أو ندخلهم في حاجة إحنا بنشتري مثلا الأجهزة ليه كآباء هل هي مثلا من ناحية مثلاً. أكاديمية إحنا شايفين إنها هي إضافة هل إحنا من نظرة مجتمعية شايفين إنه هي برستيج زي ما بقوله مع المجتمع إحنا مفروض نقول نملكهم الحاجة دي طيب الفوائد أو المحظورات اللي أنا مثلا حقوم أتابع شنو للابن إنه أنا لما ملكته جهاز مفروض الحدود تكون شنو من البداية أو التوعية اللي أنا قدمتها قبل ما أقوم أجيب له الجهاز ده العمر يا ترى أنا مفروض أقوم أكون فيه خالي الجهاز ده متاح بالنسبة لابني وأنا مطمن أنا عامل الحياة دي كلها في أسس بتاع التربية كتير مفروض تبدأ من بدري قبل ما أنا أصل مرحلة بتاعتي إنه لا أملك الجهاز وفي أجهزة مفروض في عمر معين أو كذا دي كلها حاجات إحنا مفروض نخد لها اعتبارات الآن بيجي لا بيلنا القلبيب الصغير الأم هي عاوزة تقف في المطبخ وما عاوزة يكون تحتها ما عاوزة يكون شاغلة خدك جيب اليوتيوب بالضبط كده أحضر اليوتيوب شيل التلفون شيل غيره وهي أصلا بعيدة تماما البعد يعني هو فتح شنو بعد ذاك حتى البيبي الصغير بيجينا بنشوف إنه هو عمر 3 سنين وغيره قادر يفتح كل التطبيقات قادر يصل لكل حاجة أنت كأب وكأم شايف إنه دي مثلا إضافة بالنسبة لابنك شايف إنه كل ما إحنا خدتنا نفسنا في أسئلة منطقية كل ما إحنا قدرنا وصلنا لبر الأمان مع أولادنا يعني كل ما أنا أفكر إنه حديه جهاز حوديه مكان حقترح عليه حاجة حخليه دي كل حاجات كل ما أنا قدمت لنفسي كولي أمر أسئلة بعد ذلك أنا بقدر أخد أبنائي في بر الأمان فبالتالي الأجهزة دي بالنسبة لنا مفروض كآباء نسأل نفسنا أول حاجة هتوفر لهم شنو الضوابط بتاعتها شنو الحاجات بتاعتها شنو لأنه مفروض أتعامل بها حتى بعد ذلك أملك أبنائي صحيح. الحاجة الثانية مفروض يكون في محظورات يعني انت كأب وصلت مرحلة انك جبت لي ولدك مثلا في النجاح في غيره جبت له مفروض تكون عارف انه في ضوابط في الان النت وفر برامج لحظر المواقع الإباحية عمل كده هل انت من الآباء اللي ممكن يحرص على انه يفتش الأمان جوا الجهاز ولا انت المهم عاوز تديه له وانتهى خلاص هو يتصرف بالضبط كده انت كأب جبته وعاوز مثلا يواكب الأم أنت عاوزة وفعلا هو يصل لفوائد من الجهاز ولا أنت عاوزة ترتاحي في البيت لأنه هو حيخليه لك ساكن الابن هايبر أكتيف إنه نشيط ومزعج وبيضرب وبكسر وبتاع لكن لما أديه الجهاز حيقعد لي في ركن في مكان وما حيشاغب وما والأم حتكون مرتاحة وبالا راي وخلاص مبسوطة بالضبط كده فالأجهزة لهم ولا لنا إحنا يعني دي الحاجة المهمة اللي مفروض دائما الآباء يراعوا لها هل هي للآباء كمستوى اجتماعي إحنا عاوزين نواكب به
وبعد ذاك ما حنكون مراعين للأخطار اللي حتيجي تترتب عليه، ولا إحنا فعلا عاوزين نوصلهم لتطور ومواكبة بتاعت العالم وغيره وغيره، فدي كلها عندها ضوابط وحتوصلنا الحاجات دي إذا كان ده الهدف. صحيح. أما إذا كان في هدف تاني إنه أنا زي ما قلت لك إنه الإبن اللي أنا مفروض أديه عمره كم، يعني عمر 2 سنين و3 سنين و4 سنين، ما أنا بخليه بالساعات الطويلة كأب وكأم أسأل نفسك طلع بشنو من الجهاز؟ ميبي تطلع بحياة تانية إنه الولد بيجي عنده اكتئاب، بيجي عنده عزلة، بيجي عنده، لا إحنا شايفين العزلة دي حاجة فايدة، الآباء والأمهات شايفين إنه العزلة دي مريح حاجة كويسة، ولدي هادي ومريح بالضبط كده، مع إنه هو ده ممكن يؤدي لاضطراب نفسي. صحيح. إنه بعدين العيادات حتتملي غيره بالضبط كده، التوحد، الاكتئاب، القلق، الحاجات دي كلها بتنتج عن الأجهزة دي. العزلة دي في حد ذاتها أكبر مرض اجتماعي ممكن يواجهه لقدام، لا حيكون قادر يواجه المجتمع بالضبط كده، لأنه بكفي له عالمه أهو قدامه، يعني احنا خدتنا له عالم افتراضي اقعد فيه وانت كده مريحنا ومريح الدنيا بره، وهو في مرحله مفترض يقوي كل الاجهزه، يعني يقوي نشاطاته، يلعب بيديه ويطلع بره يلعب بالتراب يتوسخ، ده الشيء الطبيعي لطفل في يعني مراحله. حتى لو سالنا احنا، يعني يمكن انا ما دايما بحب اربط الاجيال ببعض لانه كله جيل، لكن خلونا نسال روحنا احنا قمنا على المهارات الطبيعيه، لعب الطين والجري والبناء والحاجات وغيره، هل الآن مثلا في إشكاليات؟ بنلقى إنه بالعكس، حتى يمكن الدرجات النفسية شوية أحسن من الآن، يعني الآن العيادات والاستشارات اللي بتجينا كلها تحت في مشكلة، يعني بجيك بمشكلة مفتكر إنه دي المشكلة بتاعت الآن، الولد والله ما نجح، الولد بيجي مثلا إدمن، الولد بيجي يعمل لي كذا، مفتكرين إنه دي الآن المشكلة اللي هم بيعانوا منها. في حين لما بتقعدي في شوية وتجرجر التفاصيل وتاخدي من الطفولة بتاعته، حتلقي إنه هو زمان أهمل، وزمان مثلا مسك الأجهزة، زمان عزلوه، زمان كانوا بيتعاملوا معه، يعني كمية من الحاجات الأخطاء الأبوية اللي بتبدأ مع التربية وبتجينا في فترة المراهقة. يعني الآباء بينتبهم تين فترة المراهقة لما تبدأ فيها الانفجارات كلها طبعا. يبقى معناها يا دكتورة دي التحديات بتاعت العصر احنا بنتكلم عنها، إذا كانت كده تساؤلات بالنسبة للآباء والأمهات والناس القريبين من أبنائهم. والتحديات دي بتستمرنا في شكل الحياة اليومي احنا بنشوفها. جينا ليطور من الأبناء بنلقى إنه في تغيرات مختلفة بتحصل. نعم. بنلقى إنه الشارع العام عايز شكل، والأم والأب في البيت عايزين شكل مختلف. نعم. فدي التحديات اللي أنت ممكن تواجهي بها العصر، تخلي ولدك مواكب أو بيتك. نعم. وفي نفس الوقت قادر تسيطر عليهم. بالضبط كده، ما أنا الحاجة دي نفسيا بالنسبة للأبناء بتحمل شنو؟ نعم، من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية. أنا كأب ولا أم مفروض أكون دائما أي قرار أقحم فيه والأسرة انتبه للجانب الإيجابي والجانب السلبي فيه، يعني ما أكون مفكر إنه هو بحقق ليش، إنه الآن معظم الآباء والأمهات اللي بيجوا في الاستشارات في العيادة في غيره ما عمل لي كذا، ما عمل لي ليه؟ لأنه عاوز يحقق من خلاله حاجة معينة، الأجهزة سواء مجالاته سواء حاجاته عاوز يحقق من خلاله حاجة معينة، لكن أنت في النهاية بتدخله على مدى طويل في اضطرابات نفسية لقدام. صحيح. يعني هو ممكن كأب يطيعك لانه انت مثلا من ناحيه بر، من ناحيه طاعه، من ناحيه خوف، قد يكون من وراك ممكن يكون متمرد جدا. بالضبط كده، ممكن يعمل من وراك حاجات، وممكن لقدام زي ما قلت لك الكبت الكثير للاشياء والطاعه العمياء او الطاعه اللي هي بتخليه، وانت مثلا ممكن تفرض عليه حاجه او عن طريق العنف انك تفرض عليه اشياء معينه او كذا، او انت كمجتمع عاوز يكون مواكب كشكل مجتمعي، هو ما عاوز، هو عاوز مثلا الطفل في عمر معين، لا انت عاوز تحبسه هنا وعاوز تشيله جهاز وعاوز تعمله، هو عاوز يعمل حاجه ثانيه، او لا هو مثلا حيعمل لك ضجه وحيعمل لك ازعاج وحيعمل لك مخالفات كثير عن حاجاتك اللي انت عارفها، فبتضطر انه تستجيب له وانه تجيب له الجهاز. لكن انا قلت انه احنا وصلنا المرحله بتاعتي انه ملكنا الاجهزه، شنو الضوابط اللي احنا ممكن نستعملها عشان نكون سيف بالنسبة للأبناء، ممكن نكون في أمان إن هم ما يتضرروا، ممكن زي ما قلت إنه احنا نستخدم التطبيقات معينة إنه هي تكون حافظة، لأن هو ما يدخل لي مواقع إباحية في أعمار معينة، في أعمار معينة أصلا ما مسموح له، يعني يمكن من 4 سنين ولا قدام احنا ما مفروض نخلي الأطفال في الأجهزة، أو احنا نجيب لهم برامج ننزلها لهم ونفصل مثلا الانترنت، يعني نشيل التطبيق برا. هي ممكن يكون الانترنت شغال، لكن مثلا انت ممكن تخط له حتى شريحة البرامج، ايوه يعني حاجات معينه او برامج معينه، انت ممكن تخط التطبيقات كلها في جانب معين جوه الجهاز، تدخل على سن هو قدر ما يهبش ما حيلقى، بالتالي هو ما حيقدر يهبش الحقيقه، حيكون متاح له برامج معينه وتطبيقات معينه قدامه، انت حتكون مطمن انه هو حتى لو انت بعيد منه دي الحاجات اللي هو ما حيقدر يتخطاها. دي المتابعه اللي بتكون بالنسبه للام، يعني تحديدا عارفه انه ولدك عمره كم، بيستوعب مدى استيعابه كيف، تخطي الحاجه دي على حسب يعني مقدرته استيعابه وسنه،
ما يشوف حاجة أكبر منه وما يشوف حاجة أكتر من طاقته مثلا. نعم، ودي مفروض يكون الآباء والأمهات على وعي وعلى يعني اطلاع دائم. يعني انت ما دائما حتلقى الاخصائي النفسي، انت ما دائما حتلقى الانسان اللي وعيك الكبير في العيله، انت ما دائما. فالاباء والامهات مهمتهم انهم هم يكونوا اخصائيين هم ذاتهم في الصحه وفي النفسيه وفي يعني كل الحاجات دي. ليه اكون مطلعه؟ ووفرت لنا زي ما هي وفرت لهم الاطفال الالعاب وغيره، احنا وفرت لنا المعلومه السهله في انه توصلها لنا في كده. بعد ذاك انت ممكن يكون بعلاقاتك عندك علاقات مع استشاريين. ليه؟ عشان مصلحه اولادك. صحيح. عشان تتابع دائما الحاجه الصحيه لهم، الحاجه المخالفه، الحاجه المناسبه لعمرهم، الحاجه يعني كده. حتى جانب التغذية، حتى جانب يعني ما نكون إحنا عاوزين نحقق حاجاتنا عن طريقه. فدي حتى يعني كثير يعني بتوجع جوا العيادات زي ما بقوله، إنه دائما الآباء بيجوكي وبعد ما بيصلوا لأنه بكونوا خلاص فلت منهم الزمام، إنهم هم لحد فترة معينة عاملين كنترول عالي على الحاجات وفارضين عليهم شكل اجتماعي معين، طريقة بتاعت حياة معينة حاجة، وبيصلوا مرحلة انفلت الابن فبيجوا بعد في الوقت الضايع. احنا كثير تكلمنا في استضافات قبل كده عن انه الان الاطفال او دي فتره اجازه صيفيه بيستمتعوا بها وهم قاعدين في بيوتهم. نعم. لكن الام لها التحيه والحبوبه لها التحيه اللي ممكن يكونوا فعلا عندهم مشاغلهم. نعم. وهم موظفات، فدي فتره يعني خصبه جدا لانه كميه من الاطفال او كميه من الفئات العمريه المختلفه اللي ممكن تجتمع. نعم. وما عندهم اي حاجه بتشغلهم، وفي اللي بيسافر للولايات. نعم. فبيكون الطفل انت ما قدرت تراقبيه بصوره مباشره، ممكن يرجع لك باشياء انت فعلا تكوني صدمتي فيها. نعم. نستغل الإجازة الصيفية دي كيف؟ بطريقة ممكن تكون مفيدة لنا ولهم. طيب، في كل المواضيع اللي احنا هنتكلم عنها بنبه لحتة الفترة الأولى بتاعت التربية، إنه يبدأ الحوار من فترة عمرية مبكرة صغيرة. أيوة، عشان أنا كل ما تمر علي تحدي معين أو أواجه تحدي معين، سواء حيجيني من برا من المدرسة من الأصحاب من الحتات اللي بتعامل معاه من النوادي اللي بيمشي لها من غيره، أنا أقدر أحتوي الابن. ليه؟ لأنه أنا بديت معه الحوار من بدري، بنات ثقة بينه وبينه، بنات علاقة حلوة جدا بينه وبينه. فبتجي كل مرحلة بتكون مرحلة بتاعت حوار. دخلنا اشترينا الأجهزة، حنقعد نتكلم إنه فايدة الضرر، إنه ما نعمل كده، ما كده أسلوب بتاع حوار وإقناع. شراكة. أي يعني أنا بقنعه وبنتشارك في الحاجات، ما بفرض عليه، ما بخطه قدام الأمر الواقع، ما بتعامل معه بالطريقة دي. ليه؟ عشان أنتج منه إنسان خلينا نقول إنه صالح وأمين وقوي. كويس. يعني جينا الإجازة الصيفية مثلا من بدري نبدأ نتكلم إنه خلاص عدينا الامتحانات، أها رأيكم شنو بعد كده؟ إحنا حنكون بعد داخلين على الإجازة، أها نعمل فيها شنو كده؟ ما حاجة كبيرة على الإبن إنه أنا أقعد أناقشه أيا كان عمره، لأنه في النهاية الإجازة الصيفية دي أنا مفروض أدي وراحة ذهنية في البداية. يعني إحنا الآن بيجي عندنا بيخلص بهنا بيدخل كورس صيفي بيجي عندنا مأساة زي دي. يعني المدارس مستفيدة ماديا طبعا، يعني مجرد ما انتهينا طوالي بيدوك الورقه بتاعت البيانات انه والله عندنا كده بتاع بالمبلغ الفلاني. ايوه، من ناحيه اكاديميه مستفيده، لكن هو اصلا ادوه الاجازه ليه؟ الراحه الذهنيه في البدايه. يعني ما طوالي تقحمه، اي نعم في ناس ممتحنين ومحتاجين انه يراجعوا دروس مواد ضعيفين فيها وغيره وغيره، لكن انت محتاج تديه الفرق في البدايه اللي هو يرتاح ذهنيا جسديا غيره، حتى بعد ذاك اقحمه في الحاجات دي. وحتى لما توصلوا ليها، لما انت تكون اديته في البدايه الفرصه بتاعت انه هو ينفذ هواياته ويعمل مهاراته وغيره وغيره باختياره، خلونا نقول باختياره، دي مهمه جدا جدا، لانه اختيار الاباء كثير ما بيجي على هواهم، وهم مفتكرين انه والله انا كاب شايف احسن. زمان كان ممكن تقول الكلام ده، لكن الان هم بيقولوا احسن مننا هم صراحه. في حاجات كثيره احنا بنتعلمها منهم كاباء وامهات، ما نرفض الحاجه دي. ليه؟ لأنه جيلهم مختلف عننا، حاجاتهم مختلفة عننا، هم حتى بيقدروا يتعاملوا التكنولوجيا مع العالم مع الاطلاع، درجات الوعي بتاعتهم قد تكون فاتت في حاجات معينة احنا ما ملمين بها، فما في عيب من انه انا ادي ولدي فرصة انه نتكلم ونتناقش عشان اعرف هو وصل وين، جاب من برا شنو، اتعلم شنو، مصاحب منه. دي كلها حاجات كل ما انا كانت مساحة الحوار بينه وبينهم كبيرة، كل ما انا قدرت اعرف اتجاهاتهم برا حاجاتهم غيره. ما اوصل الاولاد لدرجة انه لما اجي القى رسمة معينة هو بعبر فيه عن الحياة المكبوتة جوا بسبب الأسرة والضغط والحاجات وغيره. ما أوصل مرحلة إنه أنا أجي ألقى الكلام مكتوب إنه هو بيكتب بيطلع حاجاته، لأنه ما لاقي حوار بينه وبين الأب. معلش النقطة دي تحديدا خلينا نجيب فيها، بنلقى حتى لو ما في وعي من الأسرة الأم والأب، الرسمة دي ممكن يجوا عابرين بيها ويشوفوا الواد ده بيعتبروها شخبطة، لكن إذا ضغطت فيها ممكن تلقي إنه هو داري يوصل رسالة وما قادر ووصل لك من خلال رسمة. فعلا. فكيف الأمهات يكونوا في تحدي مع نفسهم يكونوا واعيين توعية كبيرة، والآباء في إنه ياخدوا بالهم من أي حركة يعملوها أطفالهم أو أولادهم
عشان يعرفوا من وراها يعني شنو. بالضبط كده. الآباء والأمهات ممكن يراقبوا أبنائهم ما بصورة مباشرة، يعني ما شرطين تخانقوا في الطلع والدخلة وليه وكده جيبوا ور ما ضروري، لكن ممكن في أوقات معينة هو ممكن يكون نايم، ممكن تطلع على شنطة المدرسة، ممكن تطلع على الدولاب، ممكن يكون دخل فيه حاجة أثناء ما هم نايمين عشان ما تحسسون بعدم الثقة، ما تحسسون بكده، لكن في نفس الوقت تكوني متأكدة إنه في شنو، في حاجات من فترة لفترة أمشي المدرسة، شوف الصحبات، حاولي تعاملي معهم، أفتحي لي باب إنه أحكي لك عن أصحاب، ليه خليهم يجوا البيت، خليهم يطلعوا، أو مثلا لو طالعين أماكن عامة حاولي أطلع معاهم، حاولي أعمل حاجة دي، ليه عشان تكوني ملمة حتى باتجاهات الناس اللي معاه، ما بشرط بطريقة مباشرة إنه أنا مراقباك أو كله طلع معاك أو كذا، لا إنه من فترة لفترة كفكرة ترفيهية، أنتوا طالعين خلاص إحنا بالمرة نطلع، أنا بكون مع أخوانك وأنت تكون، ليه هنا بديه المساحة إنه حتى أصحابه يدو يعني يكونوا حاسين بالأمان معي أنا كولي أم. بالضبط كده. إنه يا خالتي أنا أعرف الناس اللي حولوا ذاتهم منه. بالضبط كده، يعني كل ما أنت بنيت علاقة حتى مع أصحابه ممكن تبني علاقة، إنه أعزمهم مثلا في البيت إنه كده، فهنا أنت بتكون ملم إنه هو طلع الشارع مصاحب منه، عمل شنو غيره، حاجات كثيرة مفروض أنت تكون متابعة، بالتالي بتعرف اتجاهاته، لما الليلة فجأة يجيك براي والله يا ماما إحنا مثلا طالعين رحلة، إحنا مثلا عاوزين نعمل كذا في الإجازة، إحنا حيجيب لي من وين؟ أنا مثلا في البيت عارفة إنه مربية وعلى طريقة معينة، عارفة إنه إحنا ماشيين بأسس معينة، عارفة إنه كده، لكن متاح له إنه هو يجيب لي الرأي من برا، حقعد أناقشه، أو مثلا أكون عارفة إنه مثلا هم متابعينهم، أو هو بأمان من كثرة ما هو حاسس بالأمان بيني وبينه والحوار، حيجي يقول لي والله إحنا وأصحابنا مثلا قررنا إنه نطلع كذا كذا، طيب الحتة دي عملت لها كده، أندمج معه. كل ما اندمجت معه، كل ما قربت المراحل العمرية أنزل لمستواه، ما غلط يعني اتعامل معه بالفكرة بتاعته، بالدرجة بتاعته، بأصحابه، بلغتهم حتى. أو نحن لا محتاجين دايما هم يكونوا على فكرنا ومستوانا دايما، حتى لو ولدك صغير بتحس إنه هو مفروض يكون نظيف زيك، مفروض يكون فاهم نفسي فهمك، مفروض يأكل نفسي أكلك، مفروض يعمل الحاجة اللي أنت تعملها يعني. فبنعتمد إحنا علينا زي ما قلت كلمة مفروض. عرفتي يعني فرق ما بين المفروض وما بين الواقع، ما انا بين ما علمتك انا طول عمري حقعد يعني اصرخ وحلقي وجع يعني كثير من العبارات اللي بالضبط كده، ما بين انه ما بين حلمي، خلونا نقول ما بين حلمك والامر وما بين رغبته وواقع، كويس فرق ما بين انه انا عاوزه احقق به حاجاتي وما بين انه هو دي رغبته، ما بين دي قدراته ودي حاجاته اللي هو مفروض يتعامل بها. فالاجازه الصيفيه المفروض تكون حوار مفتوح بينه وبين اولادي، مشاركه في الحاجات دي، هم اختاروا حاجه معينه احنا نتناقش معهم، ليه الحاجة دي مثلا اخترتها عشان شنو، او فيها شو مثلا الفوائد بتاعتها، عشان لو حلوة ذاته احنا نمشي معاك كده، كل ما انت ذاتك حوارك كان زي ما بقوله بمستواه وبحاجاته بتقدر تكسبه اكتر، بتقدر تتعامل معه، لما ما تحسسه انك رف او انك لا مثلا والله احنا ما كنا بنعمل كده، والله احنا ما كنا بنعدي، عباره مفروض خلاص يعني زماننا ولا كنا بنسوي ولا بنمشي ولا يعني عباره حتتعبوا اللي قدام، كويس انه احنا كده كده في حاجات معينه انت ممكن بالقدوه هو يتعلمها، مثلا زي القراءة، زي الصلوات، زي قراءة القرآن، زي سلوكيات معينة في احترام الكبير في غيره، دي بالقدوة لو خليته يتعلمها أحسن من إنه إحنا نقعد نفرض عليهم الحاجات، أو أنت لا مفروض تعمل كده، أنت أعمله وخليه يقلدك. بالضبط كده، يعني ما تتكلم معه عن جيل لجيل لأنه هو أساسا ما مقتنع بجيلك، مثلا ده أكبر تحدي في العصر الآن، إنه والله هم بيتكلموا معنا عن حاجات إحنا بعيدة مننا. فالإجازة الصيفية فترة لأنه تديه الراحة الذهنية في البداية، الحاجة الثانية تديه مساحة كبيرة جدا لأنه ينفذ هوايته اللي بختاره هو. جميل. أنا حرجع عليك على موضوع الاختيار لكن نعم. بعد ما ناخذ اتصال. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. التحية لك أستاذ عيلين والتحية لك أستاذ عيلين معظم الأستاذ المشاهدين والتحية كذلك ليدخلكم من داخل السجد أستاذ على حمد. معليش ارفع علينا صوتك شوية عشان نسمعك. حديث جميل عن اليوم عن تحديات العصر بالنسبة للأبناء، فدائما إنه والله إحنا الآن بنواجه يعني بعض المشاكل في تربية الأبناء، إحنا دائما يعني هم الشاغل اللي بدأ إنه يصير له مثلا أي شيء، دي حاجة صعبة إنه الإنسان كونه يكون جاري من الأجل ذا، لأنه الأبناء دي محتاجين لأشياء ثانية، فأنا أكثر حاجة إنه وجوبها استغلال وقت الفراغ بالنسبة للأبناء، ده أهم حاجة. يعني الإنسان في فترة العطلة الأبناء الواحد يستقصد أبنائهم دائما إلى المسجد، يستقصدهم إلى مكان الحمل، يخلي يعني زمنهم يكون مليان، حتى يشغلهم ببعض الأشياء البسيطة يعني مسؤوليات بسيطة هم يقوموا بها داخل المنزل أو خارج المنزل، بعد ذلك يكون وقت الفراغ ما نحن غطينا عليه. فقبل ينتهي المادة اللي ممكن هم إذا كان زول في يعني عمره ممكن يشيل تلفون، ينتقل المادة اللي قاعد هو قاعد يشيل تلفون بيشيلها، يعني نوع التلفون قاعد شنو؟ اللي ممكن هو يناسبه في عمره، يعني هو ممكن يطلع زول تلفون ذاته ما هو
يعني فيه اشياء ما يقدر يعرفها. من كده لابد ان ينتبه الماده اللي هو في التليفون دي، برضه ينتبه القنوات اللي قاعد يشاهدها الاطفال ذات، برضه ننتبه لهم القنوات ذات، نشوف قنوات مناسبه لاعمارهم هم يقدروا يشاهدوها، ويكون في رغابه. اكثر حاجه التهذيب بيجعل نهايه الصحبه، يعني الاصحاب دي اختيار الاصحاب ده اهم حاجه، تعرف انت ولدك ده ماشي ممنون جاي منين وماشي ايه. نعم. لو شفت اي تغييرات برضه في تغييرات بتظهر يعني بالابناء ديل بتظهر بعض التغييرات، ممكن يتاخر عن مثلا نومه، ممكن يجي متاخر، ممكن يعني في ايام يطلع فيها ما مناسبه، ممكن ما يكون قايم ماشي محل ما يكلمك يقول لك انا ماشي، دي كلها هي لابد ان المدرسه راح لها حتى يلزم. شكرا جزيلا لمداخلتك. المجتمع ديل كويس ان شاء الله. شكرا لمداخلتك، وهو بيعدد على كل الكلام اللي انت قلتيه، وفعلا يعني الام والاب هم الرقيب صحيح. الاول والمسؤول الاول من تصرفات ابنائهم، لانه معظم المشاكل زي ما تفضلت استاذه الاء ومعظم اخصائيين النفسيين بيقولوا انه اي شخص عنده مشكله في حياته سبب الصغر، يعني دائما الاباء والامهات بيتسببوا فيها بصوره غير مباشره. نرجع لموضوع الاختيار اللي هو ممكن يكون تحدي كبير جدا بيواجه المراهقين. المراهقين طبعا من ممكن نقول من اخطر شرائح المجتمع، يعني هي مرحله صعبة جدا محتاجة حرفنا ووزنا معينة من الآباء في التعامل معها. نعم. طيب إحنا بنشوف المراهقين ديل على صور عمرهم، يعني مع سنة تامن والناس اللي بيجت بتخش 5 سنين، الواحد بيكون عمره 16 سنة بيكون يمتحن خاش الجامعة. نعم. يعني لسه بيكون حتى عقله بتحس إنه تصرفاته طفولية نوعا ما. نعم. حتى في الجامعة. طيب لما نجي لموضوع اختيار التخصص، كثير من الأمهاء والآباء بيتدخلوا، أنا عايز ولدي يخش كلية الطب عشان أنا زمان كان نفسي أقرأ طب. نعم. دي اللي قريتي اعلام صح؟ اللوم ولا ابو طبعا بيقولوا كذا لابنائهم قريتي اعلام تمام او عايزاه يبقى دكتور او مهندس، يعني فبتلاقي انه الولد عنده رغبه لكن ما متطابقه مع رغبه امه وابوه. نعم. في حته مهمه انت ذكرتيها الان ما بين انه بتلقي انه عنده بعض التصرفات طفوليه وبعض التصرفات بتحسبها انها ناضج. هو فعلا احنا ممكن لحد سن 25 خلينا ما نسميه، يمكن انا كان عندي حلقه في اليوتيوب الناس حتلقاها عن في بيتنا مراهق. كويس، ممكن يتابعوا فيها التفاصيل بصوره اوضح واكبر بتاعت انه المراهق بنتعامل معاه كيف. فالمراهق بالذات احيانا فعلا بيكون عنده تصرفات لانه لسه احنا ممكن لحد سن 25 نقول عليه طفل. ليه؟ لانه احيانا بيكون متردد ما بين انه هو ينفصل عن الطفل اللي كان مدلل وكان صغير وما بين غيره ولسه عنده احتياجات طفوليه. يعني ناس اللي عمره 25 وشهر خلاص طلع من الموضوع. الحاجه دي قاعده تستمر لناس لا ما بعد 30. بقول في التصرفات ليه؟ يعني عباره الطفل دي استخدمتها ليه؟ لانه مثلا هو بيكون لسه عنده تصرفات طفوليه، فالاهل بيقوموا انت جاي روحك لسه صغير وانت كده، هو لسه يعني التصرفات الطفوليه دي ما حاجه مثلا طالعه من الطبيعي او غيره، الا اذا وصل عمر معين احنا مثلا ممكن نقول انه كبير ويعني اعمار كم و30 او عمر الشباب او غيره، واحنا نشوف انه التصرفات ما مناسبه لعمره تماما. لكن في مراحل معينه مرحله المراهقه دي بتكون لسه ما بين نزاع، ما بين انه هو عاوز يكون شخصيته في اوقات معينه، وما بين انه هو لسه محتاج للطفل اللي محتاج للاحتواء والحضن وغيره وغيره، وفي وقت هو لسه يعني محتاج انه ينفصل عن الاسره او يكون شخصيته او انه يحاول يحسسكم انه انا الان قادر اتحمل المسؤوليه، قادر اختار تخصصي، قادر انه انا عندي رغبه في الحته الفلانيه اطلع مع الاصحاب الفلانيه. فهنا بيبدا النزاع بين الاسره وبين الطفل او المراهق، خلونا نقول ما بين اللفظين. ليه بتجي هنا الصدامات؟ ليه؟ لأنه أنا كررت الحتة كتير بتاعت السنين الأولى، إنه إحنا ما انتبهنا لتغيرات، لسلوكيات معينة، لحاجات إحنا كنا بنعملها لهم، فبتبدأ تظهر لهم لقدام، سواء معاملة حميدة أو معاملة قاسية أو عنيفة، دي الحاجتين دي لقدام بيبدأ يظهروا لنا. إحنا لو حاولنا نتكلم عن الشباب وحاولنا نتكلم عن تحديات العصر بنلقاها كبيرة، لكن خلينا الحلقة الجاية نوعد المشاهد إنه نفرد لهم مساحة اختيار الشباب للتخصصات، وتحديدا الناس الممتحنين الآن. نعم. للشهادة السودانية ده غير اختيار حاجات كثيرة ما بين الآن العصر الحالي، إذا كان في اللبس، في الشكل، في الحلاقة، في الزي. نعم. اللي هو عايزه واللي أنت عايزه والشارع العام عايزه، فكلها بتبقى تحديات قابلنا في العصر صعبة جدا. خلينا نفرد لها مساحة الحلقة الجاية شكل المقدرين، لكن شوفك إن شاء الله الأسبوع الجاي، رأيك شنو؟ تكوني معنا إن شاء الله، توعدينا على الهواء، توعد المشاهد وعدكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، تسلموا كثير. شكرا أستاذة آلاء عبد الله محمد الاختصاصي النفسي، نورتينا في صباحات طيبة.